سعيد اليوم بهذا الانتصار؟ ما نقدرش نعبر لك على الفرحه ديالي. الحمد لله حققنا واحد التاهل اللي هو تاريخي ضد فريق ضد منتخب كبير منتخب اسباني كما كنعرفوا. كل اللاعبين كانوا رجال الحمد لله، ومن دار حطينا رجلينا في قطر حنا الحمد لله كنا عندنا مباريات كبيره. كنبغي نشكر اللاعبين على المجهودات اللي قدموا. كنبغي نشكر الرئيس ديال الجامعه الملكيه لكره القدم السي فوزي القجاع وجميع اعضاء ديالو. الحمد لله موفر لنا كل شيء في الاوتيل، موفر لنا جميع الاحتياجات اللي نحتاجوها. كنبغي نشكر السي وليد الركراكي مدرب صراحه كبير، تعطينا كيرفع لنا من المعنويات ديالنا، كيعطينا توجيهات جد 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 زوينه. فبالنسبه لي حنايا كلاعبين وبالنسبه كصاحبنا كاخونا كالاب ديالنا كل شيء الحمد لله انا جد فخور. يامير قول لي الوقت اللي دخلتي فيه كان صعب جدا، واشنو هما التعليمات اللي عطوك وحيد وليد؟ اشنو هما التعليمات؟ فبالنسبه للدخول ديالي فماشي غير هذا المرة، ماشي في هذه المباراة اللي كان جد صعب. فحتى المباراة ديال بلجيكا والمباراة ديال كندا فدخلت في توقيت صعيب. الحمد لله كنحاول انني التعليمات كانت على موراتا، مراقبة موراتا او التعليمات كيف ما خلى نايف اقرد. كنتمنى لي بلا المناسبة الشفاء ما يكون عندهم حتى شي حاجة. كيف ما لعب نايف اقرد فاعطاتني التعليمات انني نكمل الخدمة ديال نايف اقرد. برافو عليك. ونحاول انني نخليو الشركة ديالنا صفر وما يتمارك علينا حتى بيت. الحمد لله هادشي اللي استطعنا اننا نقاوموا جميع الهجمات ديال انتم اليوم صنعتوا التاريخ، اول منتخب عربي يصل للدور الربع نهائي، رابع منتخب افريقي يصل لهذا الدور، ولكن لا يجب التوقف هنا، يجب الذهاب بعيدا اكثر. اسمح لي ما سمعت السؤال ديالك. يجب الذهاب بعيدا اكثر، عنده اول منتخب عربي يصل لهذا الدور. بطبيعة الحال فهذا انجاز تاريخي، وهذا الحمد لله شرفنا الكرة العربية وشرفنا الكرة الافريقية عامة. فهذا انجاز الحمد لله ما جاش عن فراغ، فما جاش عند فراغ، فجاء عند عمل وانجاز. فجاء عن عمل وانجاز وخدمة كبيرة اللي كنديروا. فالحمد لله احنا جينا باش ما نلعبوش ثلاثه الماتشات ولا نجيو نلعبوا ثلاث مباريات. الحمد لله احنا مستعدين اننا نواجهوا اي منتخب ونكونوا للند ديالو. ما كانت التعليمات من اجل ركلات الترجيح؟ ما كانت عندنا التعليمات. هل تدربتم على ذلك؟ تدربوا في بعض اللاعبين تدربوا على ركلات الجزاء، ولكن الحمد لله. اليوم المنتخب المغربي هو اللي كيستحق الفوز، عارف ليش؟ لان المنتخب الاسباني كان ممل، لم يقدم اي شيء في طيله المباراه. المنتخب المغربي هو اللي كان يستحق. المنتخب الاسباني كما كنعرفوا فهو كيستحوذ على الكره فقط لا غير، فما كيشكلش خطوره كثيره، كيلعب عرضيات ولا كيلعب برافو عليك في الظهر. نعم. فحاولنا اننا ننتظروا. نعم. ونخليهم يلعبوا الكره، خليوا لهم الكره. المهم حنايا ما يتفزعش علينا الهدف، واننا نحاولوا نباغتوهم بشي خطط. الحمد لله المكسب جاونا عده، حنا جاونا الهجم جاونا جاونا عده هجمات. نعم. لثاني حد التسجيل. نعم. فهما حتى هما جاوا شي هجمات، ولكن ما كانتش صعيبه علينا والحمد لله. كنبغي نشكر كل شيء والجماهير الغفير اللي جات ساندتنا. وبالمناسبه كنشكر سيدنا جلالة الملك نصره الله. نعم. هو الحال هو